والآن مشاهدينا لنا موعد مع سلمى ناصر وأحدث التطبيقات وأبرزها. مساء الخير سلمى، مساء النور ديما، أهلا. سنتعلم اللغة الإنجليزية اليوم بالصوت والصورة. صحيح، اليوم عندنا تطبيق جدا مفيد وجدا مسلي لتعليم اللغة الإنجليزية بالصوت والصورة وبمقاطع من الأفلام طبعا التلفزيونية والوثائقية. تطبيق إيوا هو عبارة عن مدرس خاص للغة الإنجليزية على هاتفك، يسمح للمستخدم باختيار الطريقة التي يود بها التعلم. التطبيق يملك أكثر من 1000 كتاب باللغة الإنجليزية مع ميزة الصوت المتاحة للقراءة، بالإضافة إلى دورات للتحدث تعتمد على الأفلام السينمائية والتلفزيونية وذاكرة لأكثر من 40,000 كلمة إنجليزية مع بطاقات تعليمية مجانية. جميل. إذن يعني شو بيتميز عن غيره من التطبيقات، خاصة أنه تطبيقات يعني صحيح. موجودة بكثرة؟ صحيح ديما، هلا تطبيقات اللغة الإنجليزية موجودة بكثرة وبمتنوع كبير، ولكن هذا التطبيق نقوله عبارة عن مدرس شامل كامل. أنت يمكنك أن تختاري الطريقة التي تودين بها التعلم، فيها كتب، فيها بطاقات تعليمية، فيها مقاطع من أفلام سينمائية وأفلام تلفزيونية. كثير من الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية عن طريق الأفلام، فهم اختاروا أن يدمجوا جزء كبير من الأفلام عن طريق هذا التطبيق. أفلام تختارينها أم إنه الموقع لا، هو بيكون التطبيق مختار حسب الكلمات التي تودين تعلمها. طبعا التطبيق اسمه إيوا كما نرى الآن. أيوة يعني إيوا، يس. أيوة. إيوا هي عبارة عن شخصية كرتونية، هي المسؤولة عن طبعا التعليم، فهي مخصصة كشكل كرتون. طبعا كما نرى هذه الواجهة الأساسية لهذا التطبيق، هي واجهة سهلة جدا. طبعا فيها أكثر من 30 لغة، أنا اخترت اللغة العربية كاللغة البدائية أو اللغة التي أتحدثها أنا. بعدين بقول لك عندك يقسم إلى كذا فئة. مثلا عندنا المكتبة، المكتبة فيها أكثر من 1000 كتاب كما ذكرنا، 1000 كتاب باللغة الإنجليزية، يتنوع بين خيال علمي وكتب معقدة وكتب مثلا بحث وكتب تحري وقصص. أنت بتختاري الكتاب الذي تريدين أن قراءته باللغة الإنجليزية. طبعا لو ضغطنا قراءة هيعطيكي الكتاب على شكل PDF بشكل كامل، تبدأين القراءة. إذا مثلا عندك جزء معين لن تستطيع أن تفهميه، فقط علينا أن نضغط عليه بالإصبع حتى يقوم بترجمته في سنوات الأصغر والأكثر ضعفا كما نرى في الصورة. طبعا لو هناك كلمة أنا لا أريد أن أسمعها، مثلا ما معناها، ممكن لو ضغطت على استماع vulnerable كما نسمع الآن، نستطيع vulnerable كما نسمع الآن. vulnerable تمام، طبعا ممكن yes vulnerable نسمع مرة أخرى. vulnerable تمام. وهل تختارين الأكسنت يعني اللهجة؟ لا، هي لهجة تأتي مع التطبيق، لهجة بريطانية على ما لهجة يبدو. بريطانية فعلا. طبعا ممكنك اختيار، إذا أنت كنت تعرفين هذه الكلمة ممكن أقول أنك تعرفيها، أو تعلم إذا كنت لا تعرفينها. طبعا هذا هو الكتاب، لنختار مثلا كلمة أخرى، مثلا ماند meant أو أقصد. تمام، هذا هو الكتب. هلا لو جينا لقسم آخر وهي الدورات، وهي فيها طبعا مستويات، تبدأ من مستوى المبتدئ، بعدين المستوى المتوسط، المستوى المتقدم، وطبعا وكل مستوى فيه عدد كبير من الدورات. لو جينا دكتوراه، هاي مش وفعلا ممتع، تعلم يعني لغة. بعطيك كل يوم 5 دقائق او 10 دقائق بذكرك بوقت الدرس. لو جينا مثلا اللغة الإنجليزية في العمل، مثلا نروح موضوع يهم الجميع وهو الراتب، فقد نتعلم الآن عن الراتب باللغة الإنجليزية. Now about my wages. اوكي، هون مقطع من فيلم. Now about my wages. أعطاك المقطع بك now about my wages، بقول لك هان إنه الشخص اللي بيشتغل في وظيفة راتبه يسمى أجر وهو wages، وبيبقى محطوط باللغة الإنجليزية. نذهب إلى مثلا بطاقة أخرى. And for my salary, I guess. And for my salary, I guess. For my salary، طبعا ممكن هيك تختاري سرعة الصوت الأشخاص اللي For my salary, I guess. yes. So بناء على ذلك بقول لك الشخص اللي عنده راتب هو اسمه salary. I'll triple your الراتب هو السالري. طبعا هون بقول لك انه ساضاعف راتبك 3 مرات، والجميع يحلم بهذا. هو بعطيك 8 تعليقات فوق على كل بطاقه. With benefits. طبعا هذا هو التطبيق باختصار. التطبيق دي ما كما ذكرنا في قواعد، في مستويات. مجاني التطبيق؟ التطبيق مجاني، ولكن هناك خصائص سوف لو كنت تحتاجين لها سوف تضطرين لدفع مبلغ ما يقارب $15 شهريا طبعا، او اذا اشتركت لمده سنويه حيكون بمبلغ 10 دولارات طبعا بشكل شهري، تدفعيها مره واحده في السنه. فهذا هو التطبيق، يعني تطبيق جدا ممتع للاشخاص المبتدئين او حتى المتوسطين، ذو المستوى المتوسط عفوا، ممكن ان يستمتعوا جدا بالتطبيق وتعلموا اللغه الانجليزيه كما ذكرنا. اسم التطبيق ايوه. جميل. نعم، وننتقل الآن إلى الموضوع الثاني وهو على ما يبدو حول فيسبوك واختراق الخصوصية.
صحيح، هو الخبر الذي ظهر في الأيام السابقة عن اختراق فيسبوك، خصوصا أن فيسبوك قالت أنها لن ولن تخبر الأشخاص المخترقين أنه تم اختراقهم. فقد قال متحدث باسم شركة فيسبوك إنها لم تخبر أكثر من 530 مليون مستخدم تأثر بتسريب البيانات ولن تخبرهم. وأوضح المتحدث أن شركة التواصل الاجتماعي ليست واثقة من أن لديها رؤية كاملة بشأن المستخدمين الذين يحتاجون إلى إخطارهم. المعلومات المسروقة لا تتضمن معلومات مالية أو معلومات صحية أو كلمات مرور، ومع ذلك يمكن أن توفر البيانات لمجموعة قيمة من المعلومات أو الاختراقات عن الانتهاكات الأخرى. طبعا ديما خلينا نقول إنه هذا التسريب يضاف إلى أكثر من 4 ملايين اختراق طبعا في خلال السنوات الثلاثة السابقة لفيسبوك ولبيانات أخرى موجودة على الإنترنت. طبعا فيسبوك قالت أنها لن تخطر أو لم تخطر الأشخاص اللي تم اختراقهم. لم ولن. صحيح، هي لم، لأنها لا ترى أن هناك داعي لاختارهم، ممكن كمان لا تريد أن تحدث بلبلة، ولكن الآن في عنا طرق ممكن عن طريقها نعرف إذا إحنا تم اختراق حسابنا على فيسبوك أو لا. طبعا هذا الاختراق حدث بسبب مشكلة صارت مع فيسبوك عام 2019 وتم تحديثها، ولكن البيانات ما زالت مخترقة منذ ذلك العام في أغسطس لعام 2019. طبعا خلينا نشوف الطريقتين اللي إحنا ممكن نعرف إذا تم اختراق حسابنا أو لا. الموقع الأول اسمه مونيتور فايرفوكس، طبعا عن طريق المونيتور فايرفوكس هذا هو الموقع، إذا دخلنا عليه بيعطيكي آخر اختراق، بيعطيكي اختراق الاختراق بقول لك إنه آخر اختراق صار في 4 أبريل، هو 4 أبريل الماضي لعام 2021 من فيسبوك، وصار اختراق لأرقام التلفونات وللإيميل أدرس، ولم لم يحدث هناك اختراقات طبعا للباسوردز. لو جينا نجرب مثلا ديما نشوف إيميلك إذا كان اخترق أو لا. طبعا أنا عارفة إيميلك، أنا يعني لست موجودة على الفيسبوك لكن كنت موجودة في السابق، فربما حتى بتيح بالسنوات السابقة. صحيح. نعم. عفوا. أوكي. هذا الإيميل. حافظة إيميلي سلمى. أوكي. بقولك إنه هذا الإيميل إنه ما كان عندك اختراق. ما في اختراق لفيسبوك ولا ممكن، ولكن ممكن يكون عندك اختراق لمواضيع اخرى او اللي مش لفيسبوك. ممكن نروح للموقع الاخر اللي هو الموقع الاخر اللي ممكن يحدثك او يخبرك اذا صار اختراق ولكن ليس على فيسبوك، اختراق بشكل عام، واسمه اختراق الايميل المعلومات صحيح الشخصية. اسمه هاف بين بوند. لو رحنا على هاف بين بوند هنجربه، طبعا هذا ممكن يخبرك. اوكي، هذا الإيميل طبعا بيخبرك، لو إحنا وضعنا الإيميل هون هيخبرك إذا كان عندك اختراق بشكل عام لحسابك أو لا، ومتى تم اختراقه، وما هي المعلومات التي اخترقوها، وطبعا كيف يمكنك أن تحمي حسابك. بعطيك معلومات صغيرة، إذا كانت عندك شاشة خضراء معناته لا يوجد اختراق، إذا كانت شاشة حمراء هيقول لك إنه هناك تم اختراق لحسابك من هذه المواقع في السنة، مثلا في السنة الفائتة واخترقوا هذه المعلومات. طبعا ديما ننصح الجميع أن يقوموا بتغيير حسابهم، بتغيير عفوا كلمة المرور لحسابهم، وأي حساب مرتبط بهذا الحساب أن يقوموا بتغيير كلمة المرور سواء تم اختراقهم أو يتم تغييرها بشكل دوري طبعا للأمان والخصوصية. نعم سلمى، شكرا جزيلا ونلتقي غدا.